السلام عليكم، نشرح في هذا الدرس عن العبارات التحكمية أو تحكم العبارات التكرارية. في الحقيقة أي لوب، يعني مثلا while loop أو do while أو for loop، ممكن أن نتحكم به بعبارتين أو كلمتين محجوزتين في اللغة، ألا وهما الـ break والـ continue. الآن لو أنشئ for loop، هذا الـ for loop وليكن for i in من 1 إلى 10، ومن ثم خلي أقواس المجموعة. حاليا لو انسخ هذا الفور لوب 3 مرات بهالصورة هذه، ومن ثم واحد من هذا الفور لوب راح اخليه بداخل الثاني بهالصورة هذه. حاليا ممكن انه نضع الفور لوب بهالطريقة، عندي يعني فور لوب منفصل ومن ثم نستد فور لوب. بالنستد فور لوب يقول لي بانه يحصل تداخل ما بين هذا الاي وهذا الاي، فممكن انه تسميه اسم اخر، يعني مثلا سميه اي والجي. اوكي، حاليا هذا النستد فور لوب ممكن اخليه يطبع جدول الضرب بالكامل، واخذنا هذا المثال، يعني مثلا print len، ومن ثم افتح اقواس واقول له قيمة الاي واطبع له قيمة الجي، ومن ثم اطبع له حرف اليساوي، وبعدها اخليه زائد ونخلي اقواس ونخلي الاي في الجي. اوكي، فهذا هو الفور لوب يستخدم لطباعة جدول الضرب بالكامل. بالاضافة لهذا هنا ندوس print len، ومن ثم اطبع فد عبارة معينة، يعني اقول له i يساوي قيمة الاي. اوكي، فهذه for loop اعتيادية. اذا هذا راح يطبع i يساوي قيمة الاي اللي هو من 1 للـ10، وهنا راح يطبع جدول الضرب بالكامل من 1 إلى 10. ممكن استخدم الكلمات التحكمية اللي هي break and continue، يعني حاليا ممكن اقول له continue استمر بهالصورة هذه، وممكن بهذا الموضع اقول له على سبيل المثال break لهالصورة هذه. ولكن الـ continue والـ break اذا كانت هكذا يعني مجردة بدون اسم، فمعناها من تقول له انت continue، الكومبايلر راح يفهم انه continue للفور لوب او لللوب اللي انت موجود بداخله، وهذا الـ break الكومبايلر يفهمه على انه break للفور لوب اللي انت بداخله. يعني انت من تقول له break بداخل الفور لوب الداخلي، فمعناها راح يفتهم الكومبايلر بانه بريك للفور لوب الداخلي فقط، يعني اوقف اللوب الداخلي. نفس الحاله انت بتقول له كونتينيو، الان ما عنده مشكله هو لوب واحد، فبالتالي استمر بالنسبه لهذا اللوب. حاليا هذه كونتينيو راح تكون ليس لها قيمه، لانه انت تقول له كانه ما استمر. اوكي، بينما هذا البريك راح يوقف اللوب الداخلي. يعني لو ندوس ران ونشوف النتائج، نشوف الان طبعت لي النتائج بهالشكل هذا. احنا اخذنا بمبدا عمل الفور لوب بانه ينتهي الفور لوب الداخلي حتى ينتقل للفور لوب الخارجي. يعني الان في البدايه لما دخل اي قيمته 1 والجي قيمته 1، فطبع لي 1 في 1 يساوي 1. بعدها يبقى الاي قيمته 1 وتتحول قيمه الجي الى 2، فبالتالي يقول لي 1 في 2 يساوي 2، 1 في 3 يساوي 3، وهكذا الى ان ينتهي اللوب الداخلي حتى يتحول اللوب الخارجي الى 2. ولكن الان لما ندخله بواحد وواحد وطبع لي 1 في 1 يساوي 1، بعدها قال بريك. بريك لشنو؟ بريك لللوب الداخلي، فالان توقف عندي اللوب الداخلي. بعدها تحول الى اللوب الخارجي مرة ثانية، انتقل القيمة الى 2 والجي 1، فبالتالي 2 في 1 ينطيني 2، ايضا يتوقف اللوب الداخلي. معناه انه اللوب الداخلي فقط يستخدم مرة واحدة ومن ثم يتوقف، يعني ما راح يزيد اللوب الداخلي، كأنما انت خالق قيمة واحدة فقط اللي هي 1، فبالتالي 1 في 1 1، 2 في 1 2، 3 في 1 3، 4 في 1 4، فبالتالي نشوف هنا 1 في 1 1، 2 في 1 2، 3 في 1 3، 4 في 1 4، وهكذا. اذا هذا سبب ايش؟ سبب كلمة البريك. بينما كلمة continue هذه حاليا ما لها اي قيمة، فطبع لي i يساوي من 1 إلى 10. فالان كيف اتحكم اكثر في العبارات التكرارية؟ اتحكم بها عن طريق شيء اسمه label. اذا لفور لوب هذا ممكن اضع له label. label يعني اسم. اوكي؟ يعني مثلا هذا فليكن اسمه علي بهالصورة هاي. هذا الفور لوب فليكن اسمه محمد، ومن ثم اضع علامة الات. هذا الفور لوب فليكن اسمه عادل، واضع علامة الات. الان
شنو معنى هذه أسماء؟ هذه أسماء للفولو، يعني شلون مثلا إنه لما شخص يكون عنده اسم أنت تعرفه فأنت تقدر تناديه باسمه. نفس الحالة هنا، أنت هنا من عرفت اسمه فممكن تقول لك continue break لاسم هذا اللوب. يعني أنت هنا بداخل اللوب لو تكتب break حينطيك الكوتلين خيارات، break لعادل لو break لمحمد. يعني هل أنت بهذا المكان تريد توقف اللوب الداخلي لو تريد توقف اللوب الخارجي؟ فممكن من داخل هذا المكان توقف اللوب الخارجي من الأصل بهالصورة هذه. يعني الآن فقط راح يطبع 1 في 1 يساوي 1، ومن ثم يوقف اللوب الخارجي، يعني يوقف اللوب كله. إذن هذه كيف استفاد منها؟ يعني مثلا أقول له if بهالصورة هذه، if j يساوي يساوي 5، راح أقول له مثلا break لمحمد، أو مثلا ممكن نسويها break لعادل. إذن شنو اللي صار؟ إذا كانت الj وصل قيمتها للخمسة فأوقف عادل، يعني أوقف اللوب الداخلي. فحاليا راح يطبع لي إيش؟ راح يطبع لي 1 في 1 يساوي 1، 1 في 2 يساوي 2، 1 في 3 يساوي 3، 1 في 4 يساوي 4. من وصلت قيمة الجي إلى 5 توقف اللوب الداخلي، فتحول اللوب الخارجي إلى 2. 2 في 1 2، 2 في 2 4، 2 في 3 6، 2 في 4 8، 2 في 5 ما يقدر يوصلها. أوكي، فكأنما هذا الجي تحول الرينج مالته من 1 إلى 4، معناه أنه ما يقدر يوصل للخمسة. فأنت ممكن في حالة معينة تتحكم بهذا اللوب. نفس الحالة هنا ممكن تقول له مثلا if i يساوي يساوي 5، تقول له مثلا break لعادل. إذن هو الاي المفروض أنه يشتغل من 1 إلى 10، ولكن أنت قلت له إذا كان قيمة الاي تساوي يساوي 5 وقف هذا اللوب، إذا معناه راح يوصل لأربعة ويتوقف. فبالتالي ندوس على البرنامج ونشوف. إذا نشوف لأنه كان الناتج بهالصورة هذه، أول شيء الآي بدأ من 1 إلى 5، طبعا سبب هذا سبب بأنه طبع الخمسة لأنه أنت خليت كلمة البرنت قبل كلمة الإف، يعني هو راح يطبع الآي يساوي 5 ومن ثم يوقف هذا اللوب. فالمفروض لأنه تخلي البرنت بعد كلمة الإف بهالصورة هذه. أوكي، نفس الحالة هنا بالجي يساوي 5، يعني هذه الإف المفروض أنه تخليها قبل البرنت بهالمكان هذا. فالآن شوف إلى أنه طبع لي 1 في 5 يساوي 5 ومن ثم توقف. نفس الحالة جدول 2 يطبع لي 2 في 5 يساوي 10 ويتوقف، جدول 3 3 في 5 يساوي 15 ويتوقف، وهكذا. الآن فهمنا كلمة البريك، نجي إلى معنى كونتينيو. هل continue فعلا هي ليست ذات فائدة؟ على اعتبار انه continue بمعنى استمر، وهو في الحالة الطبيعية انه ما راح يستمر، فهل هي ليست ذات فائدة؟ طبعا لا، اكيد لها فائدة. حاليا هذا السطر اللي هو if j يساوي يساوي 5 break لعادل، راح اسوي له comment، راح اكتب سطر يساوي هذا السطر. يعني نفس الحالة اقول له if j يساوي يساوي 5 ومن ثم بدل البريك راح أقوله continue. أوكي، فبالتالي أقوله continue ولكن هذه المرة لمحمد. الآن هذا السطر البرمجي يساوي هذا السطر البرمجي، يعني بريك عادل يساوي continue محمد. ليش؟ الكونتينيو يقتضي الجامبينج، يقتضي القفز. يعني شنو القفز؟ يعني أنت من تقول له continue لمحمد راح يستمر إلى محمد، يعني يقفز إلى محمد مرة ثانية. يعني هو من هذا المكان ما يوصل للسطر اللي بعده، وإنه مباشرة يقفز إلى محمد ويرجع نفس الحالة، يدخل باللوب يصل إلى هذه الكلمة ما يعبر للي بعدها، يقفز إلى محمد. فكأنما أنت تقول له بريك عادل، يعني أنت من تقول له بريك عادل يعني أوقف اللوب الداخلي اللي هو عادل. فأنت من توقف اللوب الداخلي راح يرجع مرة ثانية اللوب الخارجي. أوكي، يعني أنت تقول بريك لعادل الآن ما راح يوصل لهذا السطر، وإنما راح يوقف اللوب الداخلي اللي هو عادل وينتقل إلى اللوب الداخلي محمد. نفس الحالة من تقول له continue لمحمد، continue يقتضي الجامبينج، إنه ما راح يوصل لهذا السطر وإنما مباشرة يقفز لي اللوب محمد.
فالآن المفروض منه أنه يطلع نفس النواتج، يعني من ندوس ران إذا نشوف الانطباع لي نفس النواتج، واحد في واحد يساوي واحد، واحد في اثنين يساوي اثنين، وهكذا إلى أن يوصل لواحد في أربعة يساوي أربعة. فقط وصل الجي إلى خمسة، قال له continue لمحمد، ما خلاه يطبع العبارة. أوكي، فهذه فائدة الكونتينيو أيضا. إذا متى أستخدم البريك والكونتينيو؟ أستخدمها لما أريد أتحكم بعبارة معينة. إذا هذا يعتمد على ذكاء وخبرة المبرمج، إنه متى يستخدمها وفي أي موضع يستخدمها حسب الحاجة. في الدرس القادم رح نأخذ واحدة من التطبيقات على البريك والكونتينيو، إنه نستخدمها بالتراي كاتش.